هسألك بقى فنيا عن الزمالك النهارده. الزمالك مع كريستيان جروس بيأدي مستوى جيد جدا على مدار الموسم، سواء في الدوري او الكونفدراليه اللي الزمالك فاز بيها. جينا في اخر الدوري وتحديدا بعد تولي الكابتن خالد جلال، او حتى قبل تولي الكابتن خالد جلال بشويه، وبدات نتائج الزمالك تبقى فيها هبوط واضح جدا. ايه اللي حصل؟ ايه اللي خلى الزمالك من مستوى كلنا بنقول في اول الدوري الزمالك شكله رايح ياخد الدوري، لمستوى بيحصل فيه انخفاض تحديدا في المباريات الاخيره في الدوري؟ انا شايف ان طبعا مستر جروس كان ماشي بشكل كويس، يعني بغض النظر عن الاداء، الاداء ما كانش وحش، النتائج كانت كويسه جدا. انا شايف ان كان في ضغط كبير قوي عليه، على الراجل دوت كل فتره يطلع كلام ان هو هيمشي 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 بشكل كبير، فطبعا ما كانش في استقرار اصلا لحد ما جه الفتره اللي هو مشي فيها ومسك كابتن خالد. طبعا المستوى طبيعي، طبيعي ان اي تغيير وعدم استقرار في اي فرقه بيأثر بشكل كبير على اداء الفرقه يعني، فده اكيد اللي خلى النتيجه اللي حصل الفتره الاخيره في شكل نادي الزمالك.